متتابعي قناه فاس باريس، حنا تنتواجدوا في مقر ولايه جهه الدار البيضاء حيث تنعقد الدوره العاديه لمجلس مدينه الدار البيضاء دوره اكتوبر 2024. في هذه الدوره ايضا كاين مجموعه من الاتفاقيات اللي غيصادق عليها المجلس اللي ربما تتجاوز 40 اتفاقيه. في كل دوره تتم طرح الاتفاقيات، ولكن اش يربح المواطن البيضاوي من تنفيذ هذه الاتفاقيات هذه؟ واشنو هو القيمه المضافه على تدبير الشان العام في مدينه الدار البيضاء من خلال هذه الاتفاقيات هذه؟ بتاعتنا دورة ديال مجموعة الجماعات، وسوف يحضر مع جدول الأعمال الملاحظة من دور أمن كاين تناسل تاع الاتفاقيات في أي دورة تاع المجلس كاين الاتفاقيات، ولكن أشي يجني المواطن من الاتفاقيات؟ شكرا سي أحمد على طرح هذا السؤال، لأن هذه النقطة أثرتها في إطار الاجتماع ديال اللجنة. كثر مجموعة ديال الاتفاقيات اللي يمكن تسألوا واش الاتفاقيات كلهم اللي تم المصادقة عليهم من طرف المجلس الحالي أو المجالس اللي تعاقبت واش تنفذت ولا لا؟ أكيد أن مجموعة الاتفاقيات اللي خضعت للتأشيرة ديال سلطة الوصاية واللي ما خرجتش للوجود، وبالتالي إذا ما خرجتش للوجود هذه الأموال اللي كانت مرصودة للاتفاقية أبقى جامدة. اليوم تنقولوا أنه هذه الاتفاقية التي ما كانتش غادي تنفذ، نعقدوا دورة لإلغاء هذوك الاتفاقيات وإعادة برمجة هذيك الأموال في مشاريع اللي محتاجها مدينة الدار البيضاء وما أكثرها. وفي الحقيقة الاتفاقيات هي أنواع، وكاين واحد النوع اللي هو مهم خصوص الاتفاقيات الاجتماعية اللي كتكون بشراكة مع المجالس الترابية الأخرى، مجلس العمالة ومجلس الجهة. تقريبا كل هذه مشاريع اجتماعية محضة، إما كالبناء مستوصفات ولا ديالهم ولا مركبات ريادية ولا دور الأطفال ولا دور الشباب، كل هذه مشاريع اجتماعية فكنحبدوها وهي مهمة، والصدى ديالها كيوصل لعند المواطن وكتكون الحاجة خاصة لذاك المواطن، خصوصا أن تصاميم التهيئة كتكون ركزات على التراب ديالها وعلى العقار ديالها، فهذا مهم. ولكن بعض المرات كتكون اتفاقيات اللي هي متعلقه بالتفويت ديال المركبات وديال فاحنا نقدر كل اتفاقيه قدر قدرها، كل اتفاقيه اللي كنكون متفقين معها اذا لمسنا ان فيها مصلحه العامه ومصلحه المواطن، والا كان عندنا ما اقتنعناش بها وما حسيناش على الامباكت ديالها غادي يكون على المواطن، طبيعي كفريق ديال العداله والتنميه لا يمكن الا ان نرفضوا هذه الاتفاقيه اللي كتكون ما اقتنعناش بها اصلا. باش نعرفوا ان الاتفاقيه هي واحد الوسيله واداه تنظيميه لانجاز مشاريع معينه، سواء كانت مشاريع اللي هي ملموسه في ارض الواقع او مشاريع ذات طبيعه خدماتيه. هذا التناسل هذا فرضته طبيعه التدبير اللي كتعرفوا جامعه الدار البيضاء. بطبيعه الحال حيت عندنا انفتاح على مجموعه من المؤسسات الاخرى، مجالس، ادارات كذا، وعندنا شركات تنميه محليه اللي مفروض انك خصك دير معها باش تنجز مثل هذه المشاريع هذه دير هذه الاتفاقيات. الامر ماشي هو التناسل، الامر هو تقييم حصيله عمل الحصيله ديال هذه الاتفاقيات، بعد نجردهم شحال عندنا. كنهضر على الولايه الحاليه، فهمتي، اما الولايات السابقه الاداره راه مستمره، فغنديروا اليوم الجرد نشوفوا نسبه الانجاز، التعثر، السبب، شنو هي البدائل المقترحه باش ان هذوك الاتفاقيات يتم انجازها. فقط عندكم الجرد للاتفاقيات لحد الساعه ما كاينش شي حصيله نهائيه. يكفي نذكر لك الدوره هذه ديال اكتوبر 2024 عندنا تقريبا حوالي شي 40 اتفاقيه واكثر، فقس على ذلك باقي الدورات الاخرى، يعني احنا امام عشرات الاتفاقيات اللي اما تاشرت اما لم تؤشر اما رجعات خاصها شويه التدقيق. هذا كنا بدينا في ملاحظه خاص التدقيق اللغوي، خاص الصيغه القانونيه تكون حاضره بقوه، خاص بعض البنود ومواد هذه الاتفاقيات يعني تعمق في الاستشاره قبيل مثلا لجنه التتبع، المده، التركيز
التركيبه الماليه الى غير ذلك من الامور اللي خصها تكون حاضره. كنا اقترحنا ان باش تكون واحد اتفاقيه ستوندار يعني كادر، تبقى الخصوصيه تهم الموضوع الذي سيتم الاتفاق حوله. واش بصح مجلس مدينه الدار البيضاء ولا وكاله حضاريه هذا السؤال هذا تيقولوا مجموعه من المتبعين للشان المحلي، المبرر ديالو هو كثره التفويتات اللي ستكون مطروحه في جدول اعمال مجلس مدينه الدار البيضاء. هذا السؤال نقلناه الى مجموعه من المنتخبين، اجي نشوفوا واش قالوا لنا. التفويتات هو واحد الجزء من العمل ديال 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 جامعه الدار البيضاء في الشق ديالو التعميري وفي الشق ديالو ديال تثمين الممتلكات. ماشي المشكل في التفويت، المشكل في الطريقه والكيفيه اللي غيكون فيها التفويت باش نكونوا واضحين. خص شويه العقل هنا، خص شويه الفعاليه، شويه الذكاء والنجاعه التدبيريه باش نديروا عمليه التفويت. لكن غادي نديروا تفويت وغيدخل لنا مداخل ماليه مهمه لجامعه الدار البيضاء، افضل من اننا نتركوا هذا شي ممتلك معين اللي حنا كنخلصوا عليه وحنا كنخسروا فيه. فكاين خص شويه الذكاء. وبالمناسبه في اطار هذا التثمين، السي حسين نصر الله النائب المفوض له هذا على الفريق الاستقلالي راه ما فات يبدو القصارى جهديه، كاين واحد تطور كبير في هذا الملف هذا، وحنا غادي في اتجاه اللي نحقوا فيه المنفعه والربح للمدينه الدار البيضاء اكثر من شي حاجه اخرى. هو في الحقيقه المجلس ولا كيتسمى بهذه القضيه ديال اتفاقيات التعمير، خصوصا ملي كنجيو للمجال التعمير كنلقاو 60 65 70 نقطه، هو كاين اللي هو معقول ديك بقايا ديال الطرق ولا التسويه ديال بعض الطرق والتصفيف ديالها وداك الشيء، هذا مطلوب وواجب وكيدخل في الاشتغال وفي التهيئه ديال الدار البيضاء عموما. وهناك كاين تفويتات ديال بعض الامور اللي ما كنكونوش مقتنعين بها، وفي الاخير كيتبين على ان كثير من الاتفاقيات اللي فاتت ديال التعمير ان وزاره الداخليه رفضتهم وردات على المجلس كتقول لهم غير مقبولين، وتبين على ان التصويت اللي كنا كنصوتوا عليهم بالرفض ان كان معنا الحق. اما كاين كثير من النقاط اللي هي مهمه وكنعرفوها على ان في هذه الاتفاقيات انها بحال نزع الملكيه اللي كتكون غتجلب مصالح عامه، فلا يسعوا لا نحن ولا سائر اعضاء المجلس الا بالتصويت عليها بالايجاب. اعتقد ان اليوم التوجه اللي كاين ديال الاغلبيه هو تفويت مجموعه ديال العقارات اللي عندها قيمه ماليه ولا شيء من اجل استخلاص اموال اللي يمكن لهم انهم يشغلوها في تحقيق ولا انجاز بعض مجموعه ديال المشاريع. التفويتات اللي كاينه اجزاء صغيره ديال ما يسمى بحال تنقولوا انه اجزاء ما تزيد المساحه ديالها قليله اقل من 1000 ولا 2000 متر، وبالتالي ان واش حنايا كنبيعوا هذه العقارات بالثمن الحقيقي ديالها، هذا هو السؤال. لانه الثمن اللي كتحدوا هي اللجنه ديال التقويم، اللجنه ديال التقويم واش كتحدد واش كتاخذ معيار زعما ديال مبلغ اقل ولا انطلاقه ديال تحديد واحد المبلغ ديال ديبار من الاول تنقولوا انه هذه المنطقه العقار زعما مثلا يساوي 2000 درهم المتر، خصنا تكون الثمن 2000 او اكثر من 2000. وبالتالي اليوم هذا طرح اشكال، وطرح اشكال ديال تثمين العقارات. حنا مازال ما وصلناش تثمين ديال العقارات، هذا باش يمكننا ندوزوا للعمليه ديال التفويت.